هنكمل مع بعض الابنفرين ونقول احنا قلنا دلوقتي حاجتين كبار الا وهي الانافلاكسس. وبالنسبه لنا الابنفرين لايف سيفنج، الانافلاكسس بالنسبه لنا كان فيرست تشويس العلاج بالابنفرين انتراماسكولار. والحاجه الثانيه اللي احنا قلناها قلنا ان احنا هنديه في الكاردييك ارست، وساعتها قلنا ان احنا هنديه بطريقه جديده خالص اسمها الانترا كاردييك. الحاجتين التانيين اللي قلنا عليهم دول شبه بعض، الحاجتين التانيين قلنا هنديه مع اللوكال انستكس. وعرفنا ان في محاذير مع اللوكال انستكس، ان احنا ما ينفعش نديه مع تيشو بيتغذى باند ارترز. والحاجه الاهم خد بالك ما تدخلوش في ماسلز، لان انت كده بتزود التوكسيستي بتاعته. حاجه بقى شبيهه كده باللوكال انستيزيا، لان احنا دايما بنقول استخدام عنيف وكبير وبنشرحه، واستخدام صغنطط. الحاجه الثانيه هي اللوكال هيموستاسيس. احنا قلنا من بدايه الابنفرين انه بيعمل فازو كونستريكشن البلاد فيزلز الصغيره والكابيلاري، وده بصراحه ادانا كفاءه كبيره جدا في اي سطح فيه بليدنج، لان احنا قلنا ان البلاد فيزلز موجود فيها الفا 1، غالبيه البلاد فيزلز موجوده فيها الفا 1 ما عدا السكيليتال بلاد فيزلز الموجوده فيها بيتا 2 كمان بكثره. المهم ان الفا 1 اللي موجود ده لما نشتغل عليه هيعمل لي فازو كونستريكشن. طب الفازو كونستريكشن هيقلل ازاي بليدنج؟ لان ببساطه لما بيحصل بليدنج من اي منطقه بتعمل فيها فازو كونستريكشن بيقل البليدنج من المنطقه دي لغايه ما ينتهي خالص. ليه؟ لان انت بتحفز الكلوت فورميشن هنا، فبيحصل كلوت فورميشن وبيقف البليدنج من السيرفيس او البليدنج سيرفيس. زي ايه؟ زي في الميوكس ممبرن، اي ميوكس ممبرن بقى، واهمهم واشهرهم النوز اللي بيحصل منه حاجه اسمها الابيستاكسس. لذلك كتير جدا جدا بنلاقي الابنفرين بنكسره على قطنه ونحطه لما حد يحصل له نزيف بالنوز، او نعمل بيها نيزل باك. نيزل باك دي تاخدوها ان شاء الله باذن الله في الانف والاذن. بنملى كل النيزل كافيتي بباكس كده بقطن، ونبقى حاطين عليها كمان ابنفرين. الحاجه الثانيه بقى ان احيانا لما الناس السيرجن بيعملوا اندوسكوبي، احيانا الاندوسكوبي ده عباره عن اله كبيره كده بتدخل بالاستمك وبتدخل جوه، سواء بقى بيعملوا حقن او بيعملوا حقن الفارسس او بيعملوا اي حاجه، الاداه الكبيره دي بتعمل تجريح للميكوزا هنا فبينتج عنها بليدنج. البليدنج ده بيتوقف، لان ده عادي عباره عن كابيلاريز وبلاد فيزيتس، بيتوقف لما بدي ابنفرين. لذلك استخداماته كتيرة قوي في ان انا اوقف بيه اي هيميوستيزيس في اي مكان انا عايز اقلل منها البليدنج. يبقى بالنسبه لنا اللوكال هيميوستيزيس ده شيء رائع، وبنستخدمه او بيستخدموه كتير جدا الكلينيكال ليقللوا البليدنج من اي سطح بيحصل له بليدنج. يبقى احنا عندنا تو يوزز مهمين، انافلاكسيس والكارديك ارست، وعندنا اللوكال اناستيك افكت وده كان بيعمل حاجه جميله قوي، وعندنا اللوكال هيميوستيزيس وده برده من ضمن الافكتس الجميله. اخر افكت مش هنتكلم عنه هنا، هنتكلم عنه في فيديو خاص بالاي عشان نفهم الاي ازاي بتمتص دراجز وازاي بتعمل اكسكريشن واهم ديزيز في الاي، عشان كده هنخليه مع الفيديو بتاع الجلوكوما ازاي الابنفرين بيعالج الجلوكوما، هنخليه له فيديو لوحده. يبقى دي اهم يوزز للابنفرين. نتكلم بقى على اهم سايد افكت بالنسبه لنا، هو ايه اللي ممكن يعمله الابنفرين. لا الحته دي بقى هنطلع للوش الوحش بتاع الابنفرين، هو بغباوته زي اي دراج. الابنفرين في الاول وفي الاخر دراج، انا بديه بثيرابيوتيك دوزز اكيد اكيد اكتر بكتير من الفيسيولوجيكال دوزز اللي موجوده اندوجينوس، ولذلك بيظهر منه سايد افكت للاكستريمز. يعني ايه الاكستريم يا دكتوره؟ يعني مثلا خلينا على الافكت بتاعه على الهارت، على الهارت ممكن يعمل لي ايه؟ على الهارت والافكت بتاعه بتاع الابنفرين مينلي على الهارت والبلاد بريشر. عشان كده من الفهم يعني على الهارت كان بيزود الكالسيوم انتراسيلولار، زياده الكالسيوم دي كفيله انها تزود الاوتوماتيستي، والاوتوماتيستي لما بتزيد او الفايرنج اوف امبلس او اكشن بوتنشال ده كان بيزود احتمال الاريثميا. واحنا قلنا الاريثميا بالذات الفنتريكولار اريثميا لان دي كان بيدخل فيها الكالسيوم بكميه كبيره، علشان كده كان بيحصل فنتريكولار تاكيكارديا تصل الى فنتريكولار فايبرنيشن. وقلنا نخاف امتى من الحاجات دي؟ لما ادي انفيوجن للابنفرين انتروفينوس وكميات عاليه والمده طويله، ساعتها بخاف من الافكت اللي هو الاريثميا. الحاجه الثانيه والمهمه البلاد بريشر.
البلاد بريشر ممكن يزيد زياده وانا بدي الانجكشن كده بشكل كبير جدا بالذات مع الانتروفينوس. الزياده بتاعه البلاد بريشر دي ممكن تاثر على السيريبرال وتعمل لي سيريبرال هايبرتنشن. بس مشكله السيريبرال هايبرتنشن هو بيستحملش، هو اصلا مش مهيئ ان البلاد بريشر في السيريبرال فيزنس تبقى عاليه، ولذلك هيبدا يفرقع مني. يعني ايه فرقع؟ يعني يفتح ويتقطع ويحصل لي هيموريج. السيريبرال هيموريج دي تؤدي الى هيموريج في السيريبرو، وده هيعقبه ستروك، هتبقى مصيبه بقى. علشان كده احنا كونترا انديكيشن ان انا ادي سيريبر او ادي ايبينفرين عند حد اوريدي عنده هايبرتنشن. يبقى الاريثميا والسيريبرال هايبرتنشن من الحاجات العنيفه جدا اللي ممكن تحصل وتخض. طب ايه الحاجات البسيطه اللي ممكن تحصل؟ لا، اللي ممكن يحصل مع الانجكشن اوف ايبينفرين وعادي وعديه زي البالبيتيشن، حاجه اسمها البالبيتيشن والتريمورس. ايه بقى البالبيتيشن وايه التريمورس؟ وشويه ثروبنج هيديك كده. البالبيتيشن ده نتيجه للستيميليشن اوف اس ان او عن طريق البيتا 1 والكونتراكتيليتي، يعني الهارت ريت بيزيد. والتريمورس دي نتيجه للستيميليشن اوف بيتا 2 الموجوده في السكيليتال ماسلز واللي بتؤدي ريليز اوف استايل كولين، فبيبتدي يعمل لي ان كوردينيتد تريمورس او كونتريتد كونتراكشن في الماسلز الصغيره خالص، علشان كده يبتدي يعمل لي تريمورس. بصراحه البالبيتيشن والتريمورس دي من علامات السيستميك او السيمباثاتيك ستيميليشن عموما، مش بس مع الابنفرين، لا عموما دي علامات السيمباثاتيك ستيميليشن. بس لما بدي الابنفرين بما ان هو الدراج الاكثر عطاء او اكثر تداولا في السيمباثوماينيتكس، فبيديني بالبيتيشن وتريمرز بتروح مع الوقت. اه طبعا هتروح مع الوقت، هيحصل اكومديشن وتنتهي الايفكت، لان كده كده انا عارفه ان الابنفرين شورت اكتنج. بس انا محتاجه ان انا اعمل البيشنت ده ليست ما يبتديش يتخض عشان ما يزودش هو كمان السيستميك ستيميليشن، واعمل له ريأشورنس اطمنه ان الحاجات دي هتسبسايد بعد فتره. يبقى انا عندي حاجتين خفاف جدا، بالبيتيشن وتريمرز ودول هيروحوا مع الوقت، بس اعمل البيشنت ريأشورنس. وعندي حاجتين مرعبين، الاريثميا والسيريبرال هايبرتنشن، ودول بصراحه مش هيروحوا بين مصيبتين يعني لو حصل. خلينا بقى نتكلم على الكونترا انديكيشن، ده اللي بالنسبه لي اهم حاجه من كل الحاجات دي، بما ان احنا مقررين ان الابنفرين ده دراج كويس وهيستخدم فعلا في حاجات خطيره جدا زي الكارديك اريست وزي الانافلاكسس، لكن في نفس الوقت هو بغباوه كل الدراجز ليه سايد افكت، وسايد افكت رخمه جدا، واكيد هيبقى ليه كونترا انديكيشن. نتكلم بقى على الكونترا انديكيشن بتاعه الابنفرين علشان نجمعها، لان الحاجات دي بقى بتبقى لازم نجمعهم في حاجه كده تربطهم مع بعض. فاحنا هنقول ثلاثه من الايه ما ياخدوش ابنفرين. ايه الثلاثه دول؟ البيشنت اللي عنده اريثميا، ده اول ايه، ودي احنا فهمناها، ما يبقاش هو عنده اريثميا اصلا وعنده اكزايتابيلتي عاليه وعنده اوتوماتيستي عاليه، وانا اروح اعطيه كمان ابنفرين يزود له الاوتوماتيستي ويزود له، يبقى انا كده يعني ايه بحبه جدا. علشان كده الاريثميك بيشنت ما ينفعش اديله ابنفرين تحت اي حاجه. الحاجه الثانيه بقى والاهم، الانجينا. احنا اتكلمنا ان ديتيلز الاكشن اوف ابنفرين على ازاي الابنفرين بيبقى معاه باز دايلاتيشن في الكرامريس ريفلكس، وده في الفيسيولوجيكال دوزز اوف ابنفرين مش في اي دوز. لكن لما نيجي نتكلم على الثيرابيوتيك دوز، انا بدي دوز عاليه من الابنفرين وبزود معاها الاو 2 كونسامبشن بشكل كبير، ولما بزود معاها الاو 2 كونسامبشن انا معاكي ان بيزداد الميتابولايت زي الادينوزين واللي ممكن تعمل لي باز دايلاتيشن في الكورونريس. بس باز دايلاتيشن لمين؟ لما بيبقى حد اصلا عنده انجينا اوريدي بيبقى عنده اثيروسكلروز كورونريس. الاثيروسكلروز كورونريس ده اصلا مش هيستجيب للباز دايلاتيشن بالدرجز، فما بالك باندوجينس ميتابولايت. علشان كده مش هلاقي الاستجابه للباز دايلاتيشن كويس، فهيبقى عندي ان في اوتو كونسامبشن زاد نتيجه للميتابوليزم وقوه الكونتراكشن اللي بتحصل مع الابنفرين، ولا يقابلها اوتو سبلاي فيبتدي تظهر الانجينا بشكل عنيف. علشان كده احنا بالنسبه لنا من ضمن الكونترا انديكيشن الابنفرين ان اللي يحصل انجينا. لو ما خدناش بالنا ولا البيشنت كان عنده اصلا مشكله في الكورونريز وما كانش عارف، ممكن واحنا بنديله الابنفرين يحصل انجينا عنيفه جدا ديورنج الادمنستريشن.
الحاجه الثالثه هي الانستيزيا. هو احنا بنديه مع الانستيزيا؟ اه. ناخد بالنا في الانستيزيا من حاجتين، لو هي لوكال انستيزيا ممنوع منعا باتا ان انا ادي الابنفرين اللي هو فازوكونستريكتور محترم جدا مع التيشو اللي ليه اند ارتري بتغذيه، زي ايه هنقولهم تاني؟ زي النوز وزي الفينجرز وزي التوز وزي الفينوس في السيركمسيشن وزي الايرز الحواسب. يبقى احنا بالنسبه لنا ممنوع ان انا اديه في الاند ارتريز، ده بالنسبه للوكال انستيزيا ودي حاجه كونترا انديكيشن معروف جدا. والحاجه الثانيه لو هو جنرال انستيزيا، لو هو جنرال انستيزيا وانا اضطريت ادي الابنفرين لاي سبب هنقوله دلوقتي زي ايه، ما ينفعش اديه مع حاجه اسمها الهالوثين. ايه الهالوثين ده؟ ده جنرال انستيك بس في نفس الوقت بيسنسيتايز الهارت للاكشن اوف كاتيكولامينز. هي دي طريقته بقى. لما نيجي ان شاء الله نشرح الجنرال انستيزيا هنشرح الهالوثين ميكانيزم. يبقى الهالوثين بيزود السنسيتيفيتي للكاتيكولامينز. طب هو الابنفرين ايه غير كاتيكولامينز اصلا؟ علشان كده لو احنا اعطيناه على الهالوثين اتوقع انه هيحصل اوفر ستيميليشن لي او اوفر ريسبونس للسمباثيتك على الهارت. خلينا بقى في جزئيه انا ايه اللي يجبرني ان انا ادي ابنفرين مع الهالوثين. الجنرال انستيزيا عموما انا بديها بحاجه اسمها الانتيوبيشن. ادي البيشنت نايم اهو، ادي البيشنت يعني دي مناخيره وده بقه، بنبدا نعمل انتيوبيشن البيشنت. يعني انتيوبيشن الجنرال انستيزيا دي انهاليشن، في منها الانهاليشن وفي منها الانتروفينس. الانتروفينس انا بديها حقنه الاول علشان انيم البيشنت وبعدين ادخل بالانهاليشن عشان اعمل مينتنس. الانهاليشن الانستيزيا انا لازم احط تيوب للبيشنت علشان ادخل منه بدل الاير الانهيلات اللي انا هديه او الاناستيك اللي انا هديه. ده احيانا بيعمل اريتيشن في البيشنت لارينكس. الاريتيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن الرجي. والالرجي دي هتعمل ايه؟ هتطلع هيستامين. والهيستامين ده هيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن وايديما وبرونكو كونستريكشن. يبقى الحل مين؟ الحل ان انا ادي ابنفرين، بس احيانا بندي ابنفرين انهاليشن. علشان كده بالنسبه لنا لو انت قررت ان انت تدي ابنفرين سواء علشان تعالي الضغط مع دراجز بتاعت اللوكال الجنرال انستيزيا اللي هي بتوطي الضغط، او تديه علشان الانتيوبيشن انرجي، خد بالك ما تديهوش مع الهالوثين. ودي معلومه مهمه جدا لانه بيزود السنسيتيفيتي للكاتيكولامين فهيزود السنسيتيفيتي للابنفرين. وده يوزز كان بيستخدم لكن احنا ما حبيناش نقوله لان الابنفرين كبرونكو دايليتور مش مستحب. ماشي انت بتعمل برونكو دايليتيشن حلو ممكن اديك في الازمه، بس في المقابل بتسرع الهارت وبتخوفني على الهارت وعلى البلاد بريشر. فعشان كده احنا في فرايتيز او في دراجز افضل منك بتشتغل بس سيلكتفلي على البرونكيال سموث ماسل. فعشان كده انا ما قلتش اليوزز دي لانها يوزز مش مستخدمه قوي، لكن هو بيستخدم احيانا في الكروب اللي هو اللارنكس اللي بيحصل اريتيشن اللي بنسميه الكروب ده، لا اما في الانفكشن او مع الانتيوبيشن ديورنج الانستيزيا. طب دي يوزز احنا استخدمناها، يبقى دول الثلاثه ايه اللي احنا قلناهم يا دكتوره؟ احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا اريثميا وقلنا انجينا وقلنا انستيزيا، ما نستخدموش مع اللوكال في الاند ارتري، ما نستخدموش مع جنرال انستيزيا في الهالوثين. في كمان ثلاثه بي. ايه الثلاثه بي دول؟ في منهم اتنين بي هايبر. يعني ايه؟ يعني في الهايبر تنشن. اه لا دي مفهومه يا دكتوره صعبه قوي. يبقى البيشنت انا عارفاه ومسلمه ان هو هايبر تنسف واديله كمان ابنفرين انجكشن، يبقى انا كده بموته خالص، انا كده بعمله سريبرال هيمرج. يبقى ممنوع منعا باتا ان انا ادي في الناس اللي عندهم هايبر تنشن وهايبر تنشن بشكل كبير. الحاجه الثانيه الهايبر ثايرويديزم. ايه الهايبر ثايرويديزم بقى؟ الهايبر ثايرويديزم او انكريز التي 3 والتي 4. التي 3 والتي 4 من الثايرويد هرمون اللي لما بتصل لدرجه عاليه بتعمل مرض اسمه ثايروتوكسيكوزيس، ودي حاجه عنيفه جدا من الهايبوثايرويديزم. طب ايه المشكله؟ المشكله ان التي 3 والتي 4 من ضمن الحاجات اللي بتعمل سنسيتايزيشن للهارت للاكشن اوف ابنفرين او كاتيكولامينز. ليه بقى؟ لان اصلا ده هرمون الميتابوليزم، فاكيد اكيد لما يكتر قوي يزود الميتابوليزم بما فيها الميتابوليزم في الهارت. ازاي يزود الميتابوليزم في الهارت؟ بنفسه ومن غير نفسه. يعني ايه؟ يعني هو نفسه هيزود وكمان
هيخلي الكاتيكولامينز ليها سطوة عالية جدا على الهارت فيزود السنسيتيفيتي ليها. وبالتالي هنلاقي كتير جدا احنا لو عطينا ابنفرين في هايبر او ثايروتوكسكوزيس في بيشنت ساعتها ممكن يديني اريثميا بشكل كبير جدا ويدي كارديك توكسيك افكت بشكل كبير. طيب ده الهايبرتنشن وده الهايبرثايرويديزم. ايه تاني؟ البالمونري، البالمونري امبوليزم. احنا اتكلمنا في الاكشن في ابنفرين وقلنا ان الابنفرين من ضمن الحاجات اللي بيعملها انه بيزود البريشر في البالمونري. طيب هو انا بخاف من ايه في البالمونري امبوليزم؟ البالمونري امبوليزم ده واحد ادي البالمونري ارتري بدا يحصل عنده امبوليزم وتقف هنا وتوقف الدنيا فبدات تزود البالمونري هايبرتنشن بدات بقى تديني سايد افكت وبدا البتاع ده البلاد يرد على اللنج وتحصل مشاكل وما يردش على الهارت وتبقى مصيبه كبيره. طيب لما انا ادي الابنفرين اللي هو في الاصل بيزود البالمونري هايبرتنشن يبقى انا ما بفهمش حاجه. عشان كده كونترا انديكيتد ان انا اديه في الان كنترول هايبرتنشن، كونترا انديكيتد في الهايبرثايرويديزم وسيرتوكسيكوزيس، كونترا انديكيتد في البالمونري امبوليزم. دول اهم 3 A و 3 B ممكن اعملهم كونترا انديكيشن وافكرهم في نفسي يعملهم بنفس الترتيب عشان افتكرهم. ولا ننسى الدراجز ابدا، انت ما تدوش مع دراجز معينه. الدراجز اللي انا اخاف عليها ان انا اديها او تكون موجوده اصلا البيشنت بياخدها وانا ادي معاها ابنفرين، ان انا امنع الميتابوليزم اوف ابنفرين. زي ايه؟ زي دراج اسمه ماو انهبيتورز. ايه ده؟ ده ليه علاقه بالمونو امين اوكسيديز؟ اه ده هو بينهبت المونو امين اوكسيديز. وبالتالي ان انت عمال تدي ابنفرين ومش عمال تحصل له انكتيفيشن فانت بتزود الديوريشن اوف ابنفرين لمده طويله. وزياده الديوريشن اوف ذا ابنفرين بشكل كبير جدا يخلي كل سايد افكت اللي احنا خوفنا منها سواء الاريثميا او السيريبرال هيموريج تحصل بكفاءه. علشان كده بالنسبه لنا الماو انهبيتورز كونترا انديكيتد ان انا ادي معاه الابنفرين. طب ايه دراج تاني قلناه في الانستيزيا؟ قلنا الهالوثين ما نحبش نديه. طب ايه كمان؟ البيتا بلوكر. ليه البيتا بلوكر؟ لان انت لما البيشنت بتاعك يبقى واخد بيتا بلوكر وانت اوريدي بتبدا تديله دراج زي الابنفرين يبقى انت هتشتغل مينلي على الالفا، بس مش اي الفا، انت بتشتغل على الالفا بقى حصل لها ابريجليشن كتيره قوي. علشان كده هيحصل سوبر سنسيفيتي وهيحصل توكسيسيتي من الدراجز دي. يبقى احنا بالنسبه لنا 3 تانيين من الدراجز الماو والهالوثين والبيتا بلوكرز او السيمباسوليتكس ما ينفعش استخدم معاهم الابنفرين. بيظل الابنفرين لايف سيفنج، بيظل الابنفرين حاجه محترمه جدا الى ان احنا لا ننصح باستخدام الابنفرين في 3 كلاسز، لا اما مع مجموعه الاي، لا اما مع مجموعه البي، لا اما مع مجموعه الدراجز اللي احنا بنخاف منها. كده خلصنا الابنفرين ان شاء الله، هنتكلم على النور ابنفرين المايل جاي.